أيضا أعزائي المشاهدين نذهب بكم إلى حملة فلنشعل قناديل صمودها، هذه الحملة المعتادة في كل سنة تطلقها نقابة المهندسين الأردنيين. انطلقت الحملة اليوم بالتعاون مع جهات متعددة ومتنوعة. للحديث عن هذه الحملة معنا على الهاتف سعادة المهندسة إسراء الغبيش، مسؤولة ملف القدس في لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس. مساء الخير مهندسة إسراء. مساء الخير باشمهندس. مساء النور، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. يعني دعينا نسأل، كيف تسير الحملة حتى الآن قبل أن نبدأ بالتعريف بالحملة؟ يعني كيف هي الأمور؟ بحمد الله، يعني هنا نؤكد أن لا زالت قضية القدس حية في قلوب الأردنيين، ولا زالت حية في كل بيت أردني. واليوم الأردنيين أعلنوا تجديد بيعتهم من القدس، وأعلنوا تلبية نداء القدس. يعني هذه الحملة بحمد الله يعني هي هبة من جميع الأردنيين، كافة الأفياس وكافة الشرائح، من أطفال ونساء وشيوخ. هذا يؤكد على أن البوصلة لا زالت تشير إلى القدس، وأنا لا زال الأردنيين بوصلتهم نحو القدس ونحو الأقصى واضحة. مهندسة أنت معي باش مهندسة؟ نعم. الآن كيف كانت اليوم الحملة؟ الجهات التي يعني انطلقتم من خلالها بالحملة إعلاميا، حياة اف ام وغيرها، يعني كيف كانت الحملة وشرحتي لنا إياها بعد إذنك؟ نعم، هي الحملة تنطلق عبر اليوم الوصلي وعبر أثير إذاعة حياة اف ام، وكان هناك جمع تبرعات في عدة مقاطع منها إذاعة حياة اف ام وجميع مقرات مقر الأردنية، كما فيها المقر الرئيسي الثاني. وايضا كان هناك استقبال تبرعات عن طريق الايداعات في حساب البنك الاسلامي. هذه هي المنصات التي يتم استقبال التبرعات عليها. وكان هناك مشاركات واسعه من طلاب الجامعات، لا زالت الوصول تتجه الى الاذاعه. الان هناك وفود كبيره في جميع الجامعات، هناك وفود ايضا من المدارس، لدينا مشاركات من نواب، من اعضاء شركات صناعيه وشركات تجاريه. يعني نتكلم عن جميع فئات المجتمع تشارك، ايضا مشاركات فنيه، مشاركات من الجمعيات الاسلاميه. هذه كانت بشكل عام مشاركات جميع افئده الشعب الاردني للحمله، والحمله بحمد الله تسير بشكل ممتاز. نحن نتكلم بالرغم من الظروف الاقتصاديه التي يعانيها الاردنيين، لكن يعني نقول ان الاردن لا زال يقتصر من لقمه عيشه ونقوده في سبيل نصره القدس والمسجد الاقصى، وفي سبيل تثبيت اهل البلده القديمه وابقاء، وحتى يكون لهم حجر او بصمه في البلده القديمه والقدس. نعم. مهندس، اذا بتسمعينا من السبيكر تسمعينا مباشره من السماعه. سؤالي، الحملة يعني حددتم أماكن صرفها؟ يعني راح تكون في 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 ترميم، وين ستصرف الحملة في القدس؟ نحن إطار عملنا فقط في البلدة القديمة في القدس. نتكلم عن إحنا مساحة هي لا تتجاوز 1 كيلومتر، وهي تشيط المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك. هناك عدة عقارات، حيث أن لدينا 3000 عقار في البلد القديمة بحاجة إلى الترميم، ونتكلم عن عدد يعني ليس بالقليل، وهذا يحتاج إلى تدريب كبيرة حتى نستطيع أن نسدد المقدسين ونقيم في البلد القديمة، كون أن معدل تدريب العقار يتراوح بين 40 ألف دولار إلى 60 ألف دولار حسب حالة العقار. نتكلم إلى حملة تحتاج دعم كبير وتحتاج جهود كبيرة من الأردنيين اللي تثبيت المقدسين. نحن نتكلم عن عقارات تعود إلى ما قبل 800 عام، إلى عقارات تعود إلى عهود الصليبية الصليبية. نتكلم عن إرث معماري وإرث تاريخي وإرث حضاري وإرث مسيحي في البلدة القديمة، نحتاج الحفاظ عليها حتى لا يتم الاطلاع على هذا الإرث والتاريخ الحضاري والإسلامي من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية. نعم. وأيضا نعم، وايضا حتى لا يتم الاستيلاء على العقارات من خلال الحمله التي شنتها الجمعيات الدينيه في حمله تسريب العقارات في القدس. باشمهندس، في عندك رقم محدد للحمله اليوم وصلت له حتى الان؟ يعني اقرب رقم؟ للان بحمد الله تجاوزنا 500,000 للحمله، وان شاء الله يعني لا زالت الوفود ولا زالت تشارك مجموعه من الجمعيات والجامعات، لا زالت في طريقها الى الحمله، ولا زالت في طريقها الى الاذاعه،
هناك شهود كبيرة لا زالت تلبي نداء القدس وتلبي نداء الأقصى، وأنها ترغب أن يكون لها بضع منها ليلصقها في المسجد الأقصى وفي الجسد. نعم، واحنا بدورنا بنتمنى لكم التوفيق، نتمنى للحمله يعني ان تحقق نجاحا كبيرا كما حققته حتى هذه اللحظه. شكرا لك المهندسه اسراء الغبيش مسؤوله ملف القدس في لجنه مهندسون من اجل القدس وفلسطين، شكرا لك. اذا اعزائي المشاهدين يعني فلنشعل قناديل صمودها، يعني واحنا بدورنا هنا في قناه اليرموك نتمنى من الاخوه المشاهدين ان يتواصلوا مع هذه الحمله. القدس تستحق، والصراع في القدس صراع كبير، هناك صراع أنا دائما بسميه ليس صراع على البيت والمنزل وصراع الغرفة وأحيانا على المتر والسنتيمتر، هناك محاولات كبيرة لتهويد هذه المدينة، دعونا نساهم يعني قدر المستطاع. صحيح أن هذه الأرقام ربما يعني لا تكفي وتحتاج القدس إلى مليارات حتى تصمد وتواصل صمودها في وجه الغطرسة والتهويد، لكن التبرعات هنا تأتي في كموقف يرسل رسائله لهذا الصهيوني. نكتفي أيضا، نذهب إلى وقفة ثم نعود.